فستان أبيض، قبعة أنيقة، ودبوس برعش مميز. بهذه الإطلالة وبرفقة أطفالها الثلاثة ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون للعلن بعد انسحابها من الحياة العامة لتلقيها العلاج من مرض السرطان. ليتساءل البعض عن سر اختيار هذا البروش بالذات والرسالة التي يحملها. بداية، يشير بروش أميرة ويلز إلى الحرس الأيرلندي، لا سيما أنها أصبحت عقيداً ملكياً في القوات منذ تلقيها التعيين الفخري العام الماضي. أما الرسالة التي توجهها من اختيارها هذا الدبوس تحديداً وفقاً للمتابعين، فهي إظهار مشاعر الفخر والتقدير للحرس الأيرلندي، خصوصاً أن أميرة ويلز كانت قد اعتذرت عن عدم حضورها بروفا كبيرة لهم منذ أيام، ووجهت رسالة لهم قائلة: يظل شرفاً عظيماً أن أكون عقيداً لديكم، وأنا آسفة جداً لأنني لم أتمكن من تلقي التحية في مراجعة العقيد لهذا العام. يرجى تقديم اعتذاري إلى الفوج بأكمله، لكنني آمل أن أتمكن من تمثيلكم جميعاً مرة أخرى قريباً جداً. وأضافت أميرة ويلز بعد التوقيع بشعار الحرس الأيرلندي: من سيفرقنا؟ رسالة حملت حروفها مشاعر فخر وتقدير. قابلها الحرس الأيرلندي بالتأثر البالغ والتمني بالشفاء لعقيدهم صاحبة السمو الملكي.